السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على أجمل هوانم. النهاردة معانا غرزة جديدة وشكل جديد. النهاردة هنشتغل غرزة الحشو. غرزة الحشو من أهم الغرز في الكروشيه، وعامة الغرز كلها مهمة. دلوقتي هوريكم شكل الغرزة في الباترون. أي باترون بنشوفه بتبقى عاملة عبارة عن حرف إكس أو بلس. وده شكل غرزة السلسلة اللي استوردته لكم امبارح. احنا كده اشتغلنا غرزة الحشو النهاردة ان شاء الله. وده الخيط اللي اشتغلت بيه النهاردة، هيمالايا بيبي لوكس. فتلته مش تخينة قوي، هو ارفع شوية، وما بشتغل بيه بابرة تلاتة. بصوا هي دي مقاس الابرة اللي بشتغل بيها، وده مقاس الخيط اللي بيبقى مكتوب معاكم هنا. ده شكل الخيط بتاعي، بصوا مكتوب فين، مكتوب مقاس 4. هحاول اقرب لكم الصورة شوية، بس انا بحب اشتغل الكروشيه بابرة اقل شوية، اقل النمرة، اقل النص، حسب ما بحس ان الخيط مريح معايا اكتر يعني. دلوقتي هنبدأ نشتغل عقدة البداية. هنشتغلها لكم ازاي نعملها بطريقة جديدة غير المرة اللي فاتت، اسهل شوية، عشان هي عامة هي مجرد تعود، بعد كده بتبقى حاجة بسيطة جدا. هي عبارة عن دايرة ونعدي الخيط من تحتها او من فوقها يعني. بس هيبصوا انا هي قلبت الشغل اهو عشان اعديه من فوق عشان تشوفوه. هنعمل عليه كروس نص دايره، تمام، ونسحب الخيط من الناحيه الثانيه بس، ونصغر الخيط زي ما احنا عايزين. ودلوقتي هنفكه وهوريكوا تاني على ايديا من غير ما نلف ولا حاجه اهو. وعدينا الخيط من تحتيه، وهنجيب الابره او بايدي ونسحب الغرزه. كده احنا عملنا عقدة البداية، نشد ونثبتها زي الطول اللي احنا عايزينه بس كده. دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل 9 سلاسل عشان نبدأ طبعا احنا خلاص احنا كده بنراجع بقى شغل غرزة الحشو. احنا كده هنشتغل 9 سلاسل. دلوقتي بقى نبدأ نشتغل مع بعض 9 سلاسل كده. 3 7 9 كده خلصنا 9 سلاسل اللي معانا. هنعدهم مع بعض، بس 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بص حبايبي، كل غرزة لها ارتفاع. غرزة الحشو لها ارتفاعها سلسلة واحدة، فانا لما نيجي نطلع الدور اللي بعده لازم نرتفع السلسلة زيادة، تمام. دلوقتي بقى هنرجع للغرزة اللي قبلها، يعني احنا هنتجاهل الغرزة الزيادة وندخل في الغرزة اللي قبلها، تمام. بصوا ازاي انا ارتفعنا واحدة اهي، مش هنشتغل فيها، هنشتغل في اللي قبلها، تمام. دلوقتي هنبدأ ندخل في الغرزة اللي قبلها بالشكل ده. هندخل على اخر طرف. هما الغرزة بتبقى عبارة عن 3 فتلات، احنا بناخد فتلتين تحت الابرة وبنسيب الفتلة التالتة تحت ندخل جواها. بوريكوا تاني اهو، تمام. كده بنطلع معانا على الابره غرزتين، هنسحبهم الاثنين بغرزه واحده. يبقى هندخل في الغرزه اللي بعدها، ندخل في اخر السلسله، نسحب ندخل ونسحب الخيط، تمام. بعدين نسحب الاثنين مع بعض بالشكل ده كام مره. هندخل وبنسحب الخيط، بيبقى معانا غرزتين على الابره. بنرجع نسحب الغرزتين مع بعض بفتله واحده كده. الغرزه غرزه حشو سهله جدا وبسيطه جدا ولها استخدامات كتيره جدا، يعني كل شغل الامجرومي بيشتغل تقريبا بغرزه الحشو. وغرزه حشو ملهاش اي شكل تاني غير دوت. احنا بندخل بناخد بنسحب فتله، يبقى معانا اتنين على الابره، بنسحب الاتنين مره واحده، تمام. دلوقتي احنا هنخلص 9 غرز اللي احنا بنشتغلهم. بحاول اوريكم شكل الغرز. بصوا بندخل بنقلب الخيط، بنقلب الابره على قدام، لازم يكون الخطاف في وشي، انا شايفه الخطاف قدام مني. فبندخل بالهوك ناخد هندخل تاني
هندخل في الغرزة، وخلي بالكم عشان ما نسيبش غرزة وندخل في اللي بعدها، لازم ندخل من الغرزة اللي عليها الضوء. بندخل بنسحب الخيط ونرجع تاني بالهوك ناخد الغرزتين مع بعض. عندنا اخر غرزة بقى، بصوا دي اهي، كده احنا خلصنا. هنعمل ايه؟ هناخد غرزة تانية سلسلة ارتفاع، هنشتغل سلسلة ارتفاع تمام، ونلف الشغل ونشتغل الناحية التانية. من اول الصف التاني بيبدأ الشغل، بيكون سهل جدا، هوريكم لان ايه، لان خلاص بقت متحدد المكان اللي بندخل فيه. شايفين؟ انا عايزة اوريكم الصورة اوضح شوية. شايفين ده شكل ظهر الشغل اللي احنا قلبناه، هيبقى ده وش الشغل بالنسبة لنا. احنا هندخل في الفتحات دي، بصوا هنا عايزة اوريها لكم. ايوة بصوا، احنا هنخش في الفتحات اللي انتوا شايفينها دي، هي متحددة اهي، كل فتحة من دول معناها ان دي غرزة تمام. في الدور ده بقى بصوا، اول غرزة اللي هي اصلا طالع منها السلسلة، هي خلاص هي اوريدي السلسلة دي بتعتبر اول غرزة تمام. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنسيب اول واحدة اللي هي تحت اول فتحة وندخل في التانية، لان دي اوريدي خلاص. دي بصوا دي، لا دي مش هنعملها، دي معمولة. هندخل في تاني غرزة، لان الاولانية دي اساسا هي غرزة ايه، شايفين حرف البي اللي فوق دي، ده شكل الغرزة، الغرزتين اللي بيطلعوا تحت الابرة. انا هوريكم دلوقتي لما بندخل جوه بالابرة اهو، بيبقى عندنا فتلتين فوق الابرة، مش فتلة واحدة. ها يعني هي عندنا الفرونت لوب والباك لوب، احنا بنشتغل بناخد الاتنين مع بعض في الغرزة بتاعتنا. بس بنبدأ نشتغل بالشكل دوت. في المرحلة دي خلاص، أول ما بتعدي السطر الأولاني السلسلة، هو بيكون بس فيه تركزي فيه شوية. بعد كده خلاص، بعد كده كل الغرز واضحة ومش محتاجة إن أنا أدور عليها أو أشوف أنا خدت فتلة أو فتلتين، يعني بيكون خلاص ظاهرة قدامي بشكل جيد. يعني بنبتدي بقى نكمل بقية غرزنا زي ما انتوا شايفين كده. فاضل معايا غرزتين، نشتغل الغرزة دي. هنا اخر غرزة هندخل، بصوا لازم نتأكد ان احنا واخدين، بصوا هتلاقينا واخدين فتلة واحدة بس. الغرزة دي عبارة عن، اي غرزة عبارة عن فتلتين على الوش بشكل حرف الفي. لازم ندخل ناخد الحرف الفي ده كامل تحت الابرة. بصوا عشان اخر غرزة بتبقى مقفولة شوية، فانا بحاول اوضح لكم ازاي. بصوا بناخد واحدة والتانية تمام كده بس، ونشتغلها عادي. نسحب الفتلة وبقى عندنا غرزتين على ابره، نسحبهم الاثنين مع بعض. كده السطر بتاعنا خلص. هنبدا ناخد غرزه ارتفاع سلسله، غرزه ارتفاع نلف الشغل وناخد سلسله غرزه ارتفاع. سلسله غرزه ارتفاع دي هي نفسها الغرزه بتاعت اول فتحه عندنا، فاحنا مش هنشتغل في اول فتحه. بصوا اول فتحه دي مش هنشتغل فيها، اول فتحة دي مش هنشتغل فيها، نشتغل في التانية. ندخل في تانية غرزة تمام، ندخل بالشكل دوت، ناخد الفتلة بقى معنا غرزتين ابر نسحب، مفيش اسهل من كده. نبدأ نشتغل كل الغرز بالشكل دوت، بندخل نسحب الفتلة بقى معنا غرزتين على الابرة، نسحبهم ونشتغلهم تمام كده. احنا كده خلاص، كده تاني فهمتوا الغرزة. انا عايزة اشوف تطبيقاتكم، وعايزاكم تصوري شغلكم، واللي قبله اي مشكلة يتواصل معي ان شاء الله على الجروب او على الصفحة. هنا ندخل وناخد غرزتين، باقي اخر غرزة معايا اهي. خلاص احنا ما بنطلع في الدور، الادوار اللي بعد كده بيكون الشغل كله بالنسبة لنا ثابت. دلوقتي هوريكم احنا كده خلصنا كل شغلنا، ده شكل الغرزة بتاعتنا النهاردة. و
دي شكل غرزة السلسلة اللي هستوريها لكم امبارح. هي عبارة عن دايرة بيضاوية، ده شكلها في الباترون. ليه بوريكم شكلها هنا؟ عشان لما تيجي تشتغل مع اي باترون او اي رسمة حتى رسمها تعرفوا ايه معنى الغرز اللي هو رسمها. غرز السلسلة احنا اشتغلناها بالشكل دوت، هي رسمتها دايرة بيضاوية تمام زي الزيرو كده بس بيضاوي شوية. وهنا غرزة الحشو عبارة عن اكس، حرف اكس او بلس تمام. دي غرزة الحشو ودي عينة زي اللي احنا اشتغلناها النهاردة. يبقى احنا النهاردة اشتغلنا خدنا درسين، درس الاول غرزة السلسلة والدرس الثاني غرزة الحشو. عايزة بقى اشوف تطبيقاتكم ان شاء الله. كده بكون خلصت حلقتنا النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية. وانا دلوقتي بوريكم، بصوا القلب ده معايا، ده القلب دوت زي شغل الامجرومي بالظبط، شغال كله بغرزة الحشو. طبعا هنوصل لان احنا بصوا هي دي شكل غرز الحشو لما بنشتغلها من غير اي تزايد او نقصان. بس احنا الصفوف اللي انتوا شايفينها دي غرز حشو ثابتة، وده شكلها معانا. كده احنا خلصنا حلقتنا النهاردة، واقول لكم احب اشوف تطبيقاتكم طبعا، تسعدني جدا. وبشكر الناس اللي وروني تطبيقاتهم امبارح، مدام مروة ومدام سهير، وفي ناس كتير وروني شغلهم برضو. واللي ما اشتغلش يبدأ معانا عشان نكمل سوا. وده شكل، ده شكل شغلنا النهاردة، شغل غرزة الحشو، وده تطبيق ليها عملي. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، وبشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس القادم.